أقال رئيس النظام بشار الأسد محافظة طرطوس عبد الحليم خليل، وذلك بعد نحو شهر من تعرضه للضرب على يد مجموعة من المواطنين الغاضبين في إحدى بلدات المحافظة. وقد أصدر الأسد مرسوما يقضي بإنهاء تعيين عبد الحليم خليل محافظا لطرطوس وتعيين فراس أحمد الحامد بدلا عنه. وفي شهر تموز الماضي انتشر تسجيل مصور للقاء جمع خليل مع أعضاء من مجلس بلدة دوير رسلان المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، والذي انتهى بحسب عدد من المصادر بالتهجم على المحافظ وضربه. أعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدى النظام الموافقة على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن المتضمن زيادة تعويضات جرحى الدفاع الشعبي بنسبة 100%. وقال المجلس إن الزيادة سيتم صرفها للجرحى اعتبارا من أيلول المقبل، وهي 280,000 ليرة لجرحى العجز التام، و260,000 ليرة لجرحى العجز تحت التام، و100,000 ليرة لجرحى العجز الجزئي. وذكر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام أن زيادة التعويضات تأتي ضمن توجيهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح ومعاملة جرحى القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور وفق تعبيره. أصدرت لجنة تحديد الأسعار في حكومة النظام السوري بمحافظة دمشق قرارا يقضي بتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية ودونها للمستهلك. وحدد القرار سعر اسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بوزن 10 كيلوغرامات ب18,000 ليرة سورية، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية ب53,000 ليرة. كما حدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراما من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية ب79,500 ليرة سورية. ارتفعت أقساط المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أعلى مستوياتها، ووصلت إلى أرقام لم يعد بمقدور الأهالي تحملها. ويتراوح قسط التعليم الأساسي في بعض مناطق دمشق بين 4 ملايين إلى 10 ملايين ليرة من دون وسيلة نقل، بينما من الصف السابع وحتى التاسع وصل القسط إلى 15 مليونا، وفي المرحلة الثانوية تجاوزت الأقساط ذلك، حيث وصل القسط السنوي في بعض المدارس إلى أكثر من 40 مليونا للإعدادي وأكثر من ذلك للثانوي، في حين تتقاضى بعض الروضات في دمشق نحو 8 ملايين ليرة. أعلنت مجالس محلية في شمال غربي سوريا عن طلب عروض أسعار لاستجرار الكهرباء إلى ريف حلب. جاء ذلك بعد أيام من خروج مظاهرات احتجاجا على رفع شركتي الكهرباء العاملتين في المنطقة أسعار الكهرباء للشريحتين المنزلية والتجارية. ونشرت المجالس المحلية في عزاز والراعي والباب وقباسين وبزاعة بريف حلب بيانا مشتركا طالبت فيه الشركات ذات الاختصاص والقادرة على تأمين الطاقة الكهربائية بمراجعة المجالس للاطلاع على دفتر الشروط. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن عشرات آلاف النازحين بالمخيمات والملاجئ المكتظة في شمال شرقي سوريا لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية. وأوضحت المنظمة أن المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمخيمات في المنطقة تتفاوت بين مخيم وآخر، وهو ما يجعل بعضها خاصة غير رسمية منها بلا مساعدة كافية أو مستمرة. وأكدت المنظمة أن الفجوات المتعددة أدت إلى انهيار خدمات الصحة والنظافة ونقص في المواد الأساسية خلال الفترات شديدة الحرارة والبرودة.
ختام نشرة أحوال حلقة اليوم. أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها باتساع رقعة الاحتجاجات ضد النظام من الجنوب إلى حلب.